وزارة التربية الوطنية نجاد مسجم أن إخراج ما معدله 300 تلميذ من الأقسام لإقامة الصلاة أمر يعتبر حسبه مستحيلا ولم يتم اعتماده أو العمل به في أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية. مدرسة ابتدائية فيها ما بين 200-300 حتى 900 تلميذ. السؤال اللي نطرحه، هل ممكن يقوم تلاميذ الصلاة في المدرسة؟ سؤال، هل هذا ممكن؟ مادام التوقيت يمر من 24 ساعة ونصف حتى 26 ساعة ونصف في المدرسة الابتدائية، في الوقت اللي يكون الظهر على سبيل المثال، ندو مثال، في الوقت من يكون الظهر أغلبية التلاميذ راهم في منازلهم، راهم يفطروا في منازلهم. من يجي العصر مثلا راح نحنوا في الشتاء راهم في القسم. هل ممكن نخرجوا 300 ولا 400 تلميذ ولا 600 تلميذ باش يقوموا الصلاة؟ هذا غير ممكن، ولا دولة عربية ولا إسلامية راهي تقوم بهذه العملية.